بعض الناس إذا قلت له كيف حالك وش أخبارك قال ما في شيء جديد، روتين يومي ممل، نصحى الصباح ونروح العمل ونرجع وننام، والليل نذهب نقضي شؤون الأسرة. هذه الكلمة والله كارثة، فعلا هذه الكلمة كارثة، لأن قائلها يغفل أن النعم تتجدد من الله. عندما تصبح وأنت بأمن وعافية ورزق وتذهب إلى عملك وتأكل ما تشتهي وتشرب ما تشتهي، ترى أسرتك وأبنائك وأهلك في البيت، ترى سيارتك عند الباب ما حصل لها فاجعة ولا حصل لها حادث، بيتك ما حصل له حريق ولا حصلت له مصيبة، تذهب إلى المسجد غيرك يهودي ونصراني ما يعرف ربه ملحد، تجد أهلك بعافية وستر وغيرك مشرد بينه وبين أهله مفاوز، وتجد نفسك معافى تصبح ولا تأكل أدوية ولا تأكل علاجات، وغيرك يئن ويصرخ من المرض، تذهب إلى العمل وغيرك عاطل لا يجد عمل. كل هذه نعم يوميا تتجدد عليك، ربما يوم من الأيام تزول هذه النعم بطرفة عين. فالإنسان ينبغي دائما أن يحمد الله، لا تظن أن هذا روتين، أنت مللت من النعم، وهذه حالة شعورية تنتاب بعض الناس أنه يمل من كثرة النعم، ما يشكر الله عز وجل عليها. والواجب عليك دائما أن تستشعر أن هذه النعم لو زالت عليك لصارت حياتك نكدا كبيرا. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أعوذ بك من زوال نعمتك وفجاءة نقمتك. فينبغي عليك أيها المؤمن أن تحمد الله دائما، لا تظن هذا روتين، هذه نعم تتجدد كل يوم، بإمكان الله أن يفقدها إياك بلمح البصر. نعوذ بالله من زوال النعمة وفجاءة النقمة.